طبعا حديثك تكملي هي بموضوع شاهد من هنا جينا، فجاءه الأعراب فسألوه يا رسول الله أي في عمره عليه الصلاة والسلام ما خير ما أعطي الناس؟ قال حسن الخلق أو خلق الحسن. أسامة فرمي الله في عمره عليه الصلاة والسلام وإذا أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. هاولاني أو عليك هاولاني خويبون يعني أو اندب تواضع ودانش تبون كأنما بالندل سر سريانا دائما بالندل سر تشتك دانش توا ثابت ومستقر نجول جول جولو دنگ دنگ نكات ندنجي ليو بين حركة. فالمن صحابة أوابون قال فجاء الأعراب من ها هنا والها وها هنا أعرابك دهات حلتي بادية صحراء لو 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 دهات كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجينا صحابة حتى فرسيان كنيش يعني شرمي عند كبت دفرمت طبعا ده ضرورياتنا بسياري ضروريات ده بكرة فرمتا يجيك هذا عرب وتي يا رسول الله ما خير ما أعطي الناس خير تنشي الإنسان بيه بدري الشيء قال خلق حسن. خلق حسن انسان كخوي جورا روشتي چي جواني په وبخش بحشتين شته انسان كه پرسيار كه بحشتين شته چا يچي بل مال يچي بل ساري يچي بل پاره خانوا افرت چي چي منصب رئاسه نه في عمر عليه الصلاه والسلام فرمي خلق الحسن بحشتين شته روشتي برزو جوان موضع شاهد دير ذات چي كانما على رؤوسهم الطير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه لأمنيا أو كسيك أمس أدبيت دانبه الأدب مع الكبير والأدب مع الصغير والأدب مع العالم لقل بقول كان بصالات وكان بقولان داني رزيان نقري لأمنيا وبزيبه بتشوف داني دول ايمانيه وحق قدر عالمنا زانك ابيشن لايمانيه. سبحان الله يعني لسردمك دادجين كدو صنف دو طائفه لم يبقوا لاهل العلم حقا ولا قدرا ولا منزله وهم الغلاة غلاة التكفير وغلاة التبديع. غلاة التكفير يسبون كبار العلماء ابن باز ابن عثيمين الباني فوزان الحيدان حرهم يسبونهم ويشتمونهم ولا يخلق وين يسبون كأنما هيج قدر قيمته حرمته جانية ورفعوا من شأن الصغار ورفعوا من شأن الصغار إن استهرجي تكفيرية بينا ملايكي تكفيري دم شري جاهل بلا نوع عالمه بس البانيش كالباني لا يسمن ولا يغني من جوع عندهم غلاتي تبديعيش بهمان شيء قدر اهل علمي انهشت قدر اهل علمي انهشت ورفعوا من شان الصغار والجهال جاهلك هيز نازانت برزان كردتو منزلتي وابانش كدعاة فعلا دعاة اهل السنن لها مو والله تكان ديما نقل كردستان قدر حرمتي أن بولهشت آية جاران وابو بيج أويكا فتني تكفير وفتني تبديع آواسر هالضا آية أهل علم كذلما أهل علم أهل العلم من أهل السنة آية منزلتي أن شون بولنا وخلق خلق شون سيدي لكردن طلبي علم وشباب شباب أهل السنة شباب ملتزم زور غيزي عند قرتن بلما وانا رز حرمتي يعني نهشت إيه أويك ديكن ليس من السنة فرمي ليس من أمتي من لم يعرف لعالمنا حقه ليس من أمتي يعني هاد أو براءة زور وعيدي شديد وترسناك زور براستي يعني ربوا الناس وربوا الشباب على سوء الخلق وعلى عدم احترام أهل العلم مع الأسف. شوارده فضل العلم وبيان أصناف الناس بالنسبة له ماشي أويك ليرة دا أم حديثة جامعة تقريبا بلام متعلمة كمان بس دا ماشي. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير
المطر الكثير أصاب أرضا مش كاتك أبارا أن الرحمة داد بزي يعني علمش آواء كداد بزي سر دلكان كوكو باران واي كداد بزي سر زوي حول دمي بسي جورج دوام سهم فكان منها نقية يعني هندي لو بارش زوي كباران ليدا زوي كي باكا قبلت الماء أو كقبول دكا يعني بيدا دا شيت أخواروا أو كذا شيت أخواروا بيدا يعني تشرب الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير كلا يعني وشو بلاش وبجوجيا والحاصل هي وشكو تر الكثير أما هالة نشتي نسيومة العالم العامل المعلم أويك عالمة شكا فرموي قبلت الماء أو كقبول كرت كقبولي كرت إن جاء أنبتت الكلا والعشب الكثير يعني برهمي هبو لخوي دا برهمي هبو ريق لو زوية برهم دا بيت هي وش وينيكي الذي يتعلم ويعمل بعلمه ثم يعلم الناس ثم يعلم الناس دهميا وكانت منها أجادب أجادب يعني الأرض الصلبة يعني الزوية ك فتوى أو كرادة قري نيخواتوا أو كروناتش بروات لا تشرب الماء مل بل تمسك الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا أها أو ده يلا تو يعني قوم آوكا أو قوم آوتا ما شاء لكن آوكا تيدا وستا خوي نيخ واردوا هشتيو هشتيو بلهم شي استفادة لك بو خوينا فشربوا وسقوا وزرعوا نفع الله بها الناس يعني أنت ما شاء لك هندي جار عالميكا لحديث على سبيل المثال يا لا نحو يا لا صرف يا لا قواعد فقهية يا لا أصول فقه عالمك فعلا عالمة ومؤلفاتي زور زور بسودة واستفاد الناس من علمه أما هو لا لم يستفد من علمه لماذا لأنه لم يعمل بعلمه أما وجه هذا التفسير تفسير كان أوير التفسير الثاني لهذا الصنف الذين هم حفظة وليسوا بفقهاء رب حامل فقه ليس بفقيه أو إلى من هو أفقه منه يعني حامل بس حامل فقه يعني حامل علما والله بخوي فقهني يعني بونه منا تم شهده كي قرآني لبرا حديثي لبرا بلام سؤالي مسأليتي شرعي لك ناي زانت يعني كالصيدلاني همو علاج كان لله والله متى دكتور نين نسيه وناتوانت أو ناتواني هيج بنسيت هيج درمانك بذاته كس أما التوجيه دوميتي توجيه كم تشيبو العالم المعلم ها نسيه متى العالم المعلم كالمصباح يحرق نفسه ويضيء غيره خوي هيج عملي بيناك استفادناك التوجيه دوميان أويك يحفظ ولكن لا يتفقه تيناقا أبو خوي وطائفة سيم وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان يعني قيعان الأرض المستوية الملساء يعني كزاوية تخر أو بيت سيدا بيت نا بوخوي دي إخواته الملساء أو عند لوسا نا بوخوي آو كده إخواته بجو جاي لي بروي نا أوي قولش ببيه الله توا دروا آو كدروا هيج نسودي بوخوي هبو نسودي بوغير خوي هبو لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء اوش نموني جاهلي معرضة تسيك جاهلي ومعرض او نمونكيتي فلا بخير فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به إمام مصيبة تواتاويسية مصيبة يعني أعلى قسم كامية يكما إنسان هؤلاء لا يكمل بخير متي ماذا فانزا كيف يحصل العلم إنسان شون علم حاصل علم شون حاصل رجلت عن أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم علم بالتعلم أبرا لا بد أن ترحل لطلب العلم لا بد أن تجلس وأن تستمع وأن تحفظ وأن تتأمل وتتدبر علم بالتعلم شيئا فشيئا تدريجي
علمونی بلی امشو دخوم دعاء دكم سبيك هالصام بوم بعالم شتيوانية إنما العلم بالتعلم تعلمش تفاعله بيوستي بالتكلف وتدرجه بيوستي بالتكلف وهذا مشقة جانبي مشقة يعني تحملك وجانبي تدرجيش شيئا فشيئا إنما العلم بالتعلم كواتا يا من تريد أن تصير عالما تعلم يعني طريقي جيش تنباع مرتبة علماء أو أن تتعلم شيئا فشيئا وتتحمل المشاق في سبيل ذلك وجوب اغتنام الفرص في طلب العلم وعدم التقصير فيه فرص زور قرنجا إنسان كفرصة جهات بردس بو فيربوني علم لدستي ندا في غمر عليه الصلاة والسلام فرموي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ طبعا مغبون يعني الخاسر الخاسر انتو صحيح البدن بويت سقيم نبوي نخوج نبويت واروها فراغتها بو مشغول نبويت لم تتعلم كواتا كهر يجي لو دو آفتت بو هات المرض ياخد الانشغال خلاص او فرصة لدست هناك كان لمدوى في علم بيت حديث دواتر عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذ العلم قبل ان يذهب قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله أينما نود علم يعني قرآن يعني حديث إخو قرآن وحديث هذا منن كانت علم بودروا قال فغضب عليه الصلاة والسلام ثم قال فكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا إخو بني إسرائيل إش توراة وإنجيل يعني لنا ودا ما بهم سوديش بقي عندن إن ذهاب العلم أن يذهب حملته إن ذهاب العلم أن يذهب حملته حديث كسنة ذكي ضعيفة ولكنه حديث حسن بشواهده باش كواتا بما يذهب العلم بذهاب حملته كواتا ما دام حملة العلم موجودون فاغتنم تلك الفرصة ما دام حملة علم موجود من أو فرصة لدس خود مدى شوك كحملنا ما با قرآن هذه بيت وبا كتب أحاديث هذه بيت استفادة لنا كيد أكو بيويس يعني على سبيل المثال برو ولاتك أعجمي تو كردستان بولاتي أعجمي حساب مكان بحكم اختلاط ما لقال العرب يعني إيرا وزع باشا سواء كرد بيا تركمان بيا العراق بحكم اختلاط لقال العرب هم وقع عرب مشكلة ما نيتي دقينا الحمد لله فهم بون من برو تركيا برو إيران شي استفادك القرآن وحديث ذكري وكوبيس كتبي قرآن مثلا نسخي قرآن يا صحيح البخاري يا صحيح مسلم لرفا كان داهية كي تدقل اتفادي لنا كان حملينا ما هو كواتا فرصة إنسان اغتنامي فرصة بك إن ذهاب العلم أن يذهب حملته مش حدا ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماك فيها والجهل بأمر الآخرة ومجانبة السحاب نابعوا ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماك فيها والجهل بأمر الآخرة دعين نتثبت إن شاء الله بزين دبي السقطة كبير شكا أما تراجمانا تراجمي حديثة كان كهناما همو إلى كتب سلف ورم قلتوا يعني كامل مناسب بيت مثلا لصحي بن حبان لسنن دارمي بن خزيمة لو أنا كشتيك بقوت بهناما دامناوا دب زينك سقطة به باش قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعضري جواض سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة مش أم حديثة شغل باني تصحيحي كر دعا تراجعي لي كر وغيري أبيش هذا الله لعلم تصحيحي لك موضعي شاهد شيا خواهي قولا رقيلة شيا جعضري جواض جعضري بريثية التي الغلي الفضل الغليظ المتكبر يعني سأل متكبر جواض يعني مختال في مشيته لخوبائي
سخاب يعني صياح يعني بالأسواق حات وحواري كذي ترنش أسبابها أمجان أسبابها أحسنتم أسبابها بارك الله فيكم ماشي هم جانبة أسبابها سخاب بالأسواق يعني تماشاتك هندي كزل بازار يعني عرضي بضاعتي خوي كردوه بلا قناعتي نية لتنيش لي شي رفيقك عرضي بضاعي كردوه لتنيش لي دكانك يترهيا أو دي خلق همي بيت لايا وهاواردك ورنا لا من سخاب بالأسواق كاك اللي قرأ أو تو عرضي خوي كردوه يكري عرضي خوي كردوه بازار ده بيته هو سيق وتابتي بردمز قوتكان تماشاتك على بانوشت كده أو أن دك برز ذكرت أسيل لنوجي خلقك أو لا وعظ محاضرة وخطوي خلق ذكرنا بلى جيفة بالليل حمار من النهار يعني بروش أو أن دمان دودة بي أو أن دمان دودة بي لإيش كردن بو دنيا كشو درواته وجيفة بالليل تعقد هيك نية دور كان نوشكات سبحان الله استا تقريبا ولاتي مسلمانان بعام باشتر نجيش بت أو حدا والله مول برو بو أوروبا برو بو أمريكا يعني طبق الأصل تطبيق ده بيت شون لساعات ششي بياني وتاوك وششي إيوارا إيش ده كان يعني دوازة ساعات يرق إيش ده كان هيا أنا زياتريش بويا كده قلته وما علوا جيفة بالليل تعقدي هيتشي نما أبدا حجناك بويا خلق لولات أوروبيا يعني وكو آلتك آلت بس يركض راكا شون إيش كي بو شكو نظامي ولاتك وايا تو هرچنی ایشکی لسطا بی سطا سی سطا چل سطا پنجاد دید برد بایده به ایشی چی زور که تاو که بتوانی کری خانو تی پیب دی خوانی منال تی پیب که نفقی خو تی پیدا بین که یان ایش ناکه او کاتا بحیلو بفیل ده بی بلای من ایشم دز ناکه ایش دز ناکه درمان ولده ای شقه یک ده دینه کری شقه کش ده دینه یعنی توابش نایدن ایستا ومعاش اي شيء بقدر خدك ونمر نجي بس اوان ده طبعا هر ما قيش دينا وده ايش دزنك او ده بدروب كاديس انا ايش مدزنك او توان يا او داني شي بوشي وازه طبعا اوش باري خلق ده دريتتو اواني كسطات شلي عليه دبرن او ده دلتو يا ده بي ايش كي هر راده كي فريانا كي سبحان الله جيفة بالليل حمار من النهار وروش هر ده براكا طبعا هموشي نا بلام زوري او جيانيتي ما بس ما التشبيه كردني خلقني بحمار والعياذ بالله بمسلمان سما لسروانية فلما شرح حديث كيف عمر ذاك عليه الصلاة والسلام كتشيا يعني بغوش زور خلق معندودة بيت خلق زور معندودة بيت ووالي ذي بشرب طاقتي شي نامنة طاقتي ما لهم دار خوش نامنة انك طاقتي نجو عبادة عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة بلا إلا أمر الدنيا دا علمه بلا أمر الآخرة شي لنازانه دي قد دي قنجك من دالك يعني او موبايلت بولك هضوشي او اللي دي زاني برامج ونازان تطبيقات وشي وشي يا كمبيوتر ويا سيارة وانواع السيارات هيج نازاني هيج بلا يعني اركان ايمان نازاني نوش چون دقري نازاني چي دز نوش چون دقري نازاني چونا حلال وحرامي چي لنازاني فلا بخوا امان همو يعني زجري تدا حديثا كإنسان لو جورك سالنا بتشكا إن الله يبغضهم فارقي لو جورك سالنا فضل الخروج في طلب العلم وفضل العالم ماذا عن كثير بن قيس كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث لمدينة وبودي مشق بريب ويك حديث أوه تي فضل خروجي في طلب العلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر لهم في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر
يعني أم حديثات جمليك لكومالك لفضلي رحلة لطلب علمه وعلم أهل علمي كذا ما شاء الله أويك موضع الشاهدة ورقاي علم بقية تبرخ واجه الرقاي بهشتد بو آسان لك مل نوزدا ذكر تسهيل الله جل وعلا طريق الجنة على ما يسلك في الدنيا طريقا يطلب فيه علما أم حديثاش عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا وموضع شاهدة الكسير قائق بقل تبر يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لقد ذنبنا كان مجرد أن تسلك الطريق ولا يشترط لهذا الأجر والفضل أن تصير عالما لا يشترط أن تصير عالما يعني مرجيته ببي تعالم إن جاء أن فضل الدسكوي خواجي الرقاي باش بس الرقاي علم بقلي تبر وإن كنت في بدايات الطلب ما دام رقاي علم تقل تبر خواهي قول الرقائي بهاشتد بو آسان دكا مش فضل ايشي قوليه براستي يعني نيوتو إلا دبي الرقائي علم بقرية تبرو ببي بعالم إنجهنا حق لبدايات ما دام تقول رقائي تبر إن شاء الله أنت أهل لذلك نسأل الله أن يرزقنا ذلك ما شبرا حديثي بيستو شاش هرلا بابي بيست فضل المجيء للمسجد لطلب العلم فضل المجيء للمسجد لطلب العلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا هل هذا القيد قيد احترازي قيد مقصود أم قيد واقعي مسجدي هذا في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي هكذا سيبته ومزقوتي منه آية تايبته بمزقوتكي أو يا عامة بها عامة دليل حديث دوات الده لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه يعني يأتي كطالب علم أو يأتي كمعلم فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره سنن دارمي وشيخ الماني تصف كردوه عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غدا إلى مسجد طوح فأتى قيدنا معه إلى مسجد نكرة هل مزقوتك به لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته جان نعم بوشي شنك أقر باسي عبادتي كردبا لما ندخاص بمسجدي في عمر عليه الصلاة والسلام بل أن باسي علم كان خاصني إيش دليل لسرت تصيرني تواضع الملائكة لطالب العلم عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قلت أنبط العلم أنبط استنباط يعني شيء درهنان هاتم علم دربينم علم والبقرم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من خارج خرج من بيتي في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع يعني ملائكة رزيل يا ذكرن ملائكة تواضعي بودنوين ملائكة أو طالب علم بقى ولدا دنين يعني نعمة سبحان الله فضل مجالس العلم وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها صاحبهم مبوى ولا يستحي في الحق كليني جي دوزيو هاد دانشت باشا مويفيري شتيك بيت وأما الآخر فجلس خلفهم يعني شد ميكت يكسر بيتو أولا فرجة يقدام نشي لدواء ودانشت وأما الثالث فأدبر ذاهبا بني قرب عبك واجما وجهجنا ما قرائوا فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يكمن أوى إلى الله فآواه الله، يعني يكمن أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. هات بمجلس رحمته ورضوانه هات وقائد ورش قبولك. دهميان فاستحيا الله منه أي رحمه ولم يعاقبه، ومعنى فأعرض الله عنه أي سخط عليه. أويك رويشتو فأيو ليتو ربو بوشي فرمي محمول على من ذهب معرضا لا لعذر. أويك كيف بو مجلس ناية مجلس علم ناية أويا نخوى ليتو ردبه يأخذ منافق بو فأيو رزاني يوتي. كتابة العلم، كتابة العلم آية علم في بيسي بنو سينا وهيا يانا يعني استعي وكتاب لبردستانا أقر فائديك قلم البدست وبيبينو سيتا وكتابة العلم. العلم كتابة قيد علم وكون ايشي ليك ودروات ديف دروات بس بكتابة قيدي لكي تقيدي لكي دينو سيتا وتماري لكي استا اويك هردالي اكتفي بالسماع باشا غدا أسأله عن هذه الفائدة لم تبقى عنده لا ينمى ويشتوى صيدة توني شي كاليري زوني يقلي دروا لكن يبغى مسبي ديمو ولا أو أسك ليري ديجر مو أسك هو بتو ليرنا بس دروا دروا علمش آوى ويا في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي قيد العلم بالكتاب. علم بتشي تقيد كان بتشي بي بس نوا منوسين منوسين حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه. عن جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. هذا السبب شيء فتوعك غلط. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ موضع الشاهد إيري كواتا إنسان كشتيجي نزاني في يوش تجيبك سؤال كانك فتوى ليبدأ. فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. أبو داود فرمي حسن دون قوله إنما كان يكفي أو زيادة يعني اشتك خرقيك دابن اشتك دابن ثم سيلة سركامة صحيح نيو. الانتفاع بالعلم والعمل به. الله صلى الله عليه وسلم. دعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. كلمي زيادة والحمد لله على كل حال صحيح نية بس لا واردة بس صحيح نية. باش اللهم انفعني بما علمتني كواتا عبرات بتعلمنيها عبرات بوين إنسان انتفاعي لأبكار وعلمني ما ينفعني. وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك كواتا قرآن ها قرآن يا قرآن يقرأه أحدها فيكون حجة له ويقرأه الآخر يكون حجة عليه. حجة بوشيبو أويك إيماني بيبو عملي بيبكا حجة جلسان أويك عملي بيناكا فاجرير مكمنا. الارتباط في العلم والحكمة وهو غير التحاسن في العلم. غبطشتك وحسادك شكرا غبطاء لعلم دا مطلوبة ومحمود الشام طلع حسدنا حسد سد شجبو في تن فرقا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في حق كسيخوا يقول مالي داوتي مالك إلا حق دا صرف دكا، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حكمتي في داوة علمك في داوة خواي قولا خليت في لك. أما إنسان يعني غبطي في بري حقي خويتي كواتا كين أو كساني كشايستي وغبطيان في بري دوكس غنية كي متصدق لقال عالم كي معلم أو دوانا إنسان غبطي في ببا. أما تو حسودي بوده بي آي فلانا كس خانو كي واي آي فلانا كس بلو بوست كي واي سيارة كي واي فهمين غبطة معناي
حزري توجو أوبي. لو سكت. ببيع ويت ول تمني زوالي نعمي لينك أنت. ألا حسن مشروع. العلم يدعو إلى تصحيح النية والعمل الصالح. العلم يدعو إلى ماذا؟ إلى تصحيح النية والعمل الصالح. طبعا كعلم هبو واد إذا كان نيتي شت هاك كي توا بيشتر نية تخالص نبو نية تخالص كي وعمل صالح نبو عمل صالح كي بزاني شون أبو كبشين ما ريد فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر مش يكام رقم يقبل سن رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه كاس يقوى يقول مالي شي داوتي علمي شي داوتي استاذ زاني مالك اللي تسرفك شكو علمي فيها باش دواميا ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا دي قدني أو موضع شاهدة العلم يدعو إلى شيء تصحيح النية والعمل الصالح ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول ماذا لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء تبعوا أو علمي وبزان نيتك كي تشن باشا شك علمي هي وبارشين هي همان أجر كابلاي هي سهم يعني رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخلط في ماله ينفقه في غير حقه زان ما ببيع علم شون زال لا ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول تي هل جهل تي بخاولة كذا كان ماذا يفعل الجهل لصاحبه لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء كما الجهل صاحبه ويضره أما العلم ينفعه بستهاش خطورة عدم الإخلاص لله في طلب العلم الشرعي وذم اتخاذ العلم مطية لمناصب الدنيا وذم طلبه للمباهاة والدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله يعني علم شرعي ما شاء لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا أي حظا مالا أو جاها لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني كانت علم دنياي ناقل يتبعه بوني باشتش لها كان وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس وكسيك قرآن دخلنا با دواي أجو فادا شتفيني لأخواب كات نك وكو كسانك دين قرآن دخلنا ويسألون به الناس جابوا تعذيب إخواننا و يا ابو مراقب كان جايين يا اللي وقي حد كده سلام والله انت ان احق ما اخذتم عليه اجرا شيء كتاب الله وانا قلته باشا برا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار يماري به السفهاء يعني شيء يعني ممارات ومناقشة ومجادلة قال كسي السفيه بأوبيكا أو ليباهي به العلماء يعني فخر شانازي بس بشي ولا يبدا بس العلماء ولا يبدا أو ليصرف وجوه الناس إليه سرنجي خلق بولا يخوي راب شاشت فهو في النار كواتا خلل لن يدها بفنا بخوا ليباهي به العلماء يعني بقدر ذيني هندي الطلبي علم كبداية طلبيتي بسدك عادتك في البن دي المسألة دا دراسيك موسع دك ليك مسألة دا مثلا عالم هزار مسألة فقهية لفرسا تقريبا لو أنا نوصط نوتي بزاني وبمجملي وبخطي نتيجة كده دا بلام أو متعالمة نوصلت انه تكينا زانه ده مساله دينه شرب مفصلي دراسه دكات استاذ دك على مجال ذا فلان شيخ واي ود نا ام حديث اواي وسندك اواي وفلان كسي اواي واهل علم وان وتو بوشي يباهي به العلماء فخر شالازي دك سيرك ها سالتم العالم الفلاني نفس السؤال انظروا الى جوابه انظروا الى جوابه
سيري هو كان سيري أوش كان فبنا ما آفتي تعالوما دخوشي خلال لن يدى فنا بخواي جورا دبين طلبي علم ورياي بن مزور جار شيخ حمدي رحمتي خواي جوري لدي برسياري شرعي مليم كدو مثلا بدو كلمة جوابي داموا بنا مو سيري بدون باشا بوابا كرتي تفصيلي كي بينا دا فلم دعي كذا شو دا قرام وبحثم دا كل دعي لكون يجزو والله دا قيش من نفسي نتيجة أوي أو بدو كلمة بكلميك ببخطي دا يود أويا دعي تماشا دا كيف يعلن دا أويا فلم تو دعي دراسيك وبحثي كي زور دا قيت نتيجة أو دميك في قيشتوا استا خلاصة كي دا داتي كشي تماشا دا كي هيا بورا زينابت بشتونو وعيد من يتعلم ويعلم يتعلم ويعلم ليقال إنه عالم حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جليل فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم أو دوميان ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ علمك بهو كذبا عالم قرآنك بهو كذبا قارئ فقد قيل توابت وأجل خذ ورد للدنيا ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار فناب رب العالمين سهم شان ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذب ولكنك فعلت ليقال هو جوار فقد قيل بس بوز مكر ولنكسي شي كريم وسخي وبخشنده وفي أخوازة في أنوتي إن جاء أمر ذكري فسحب على وجهه ثم ألقي في النار ونسأل الله العافية نسأل الله العافية والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم